خليفة المسلوسي، هل بتشوف واحد من اللعيبه الاندر ريتد الفتره اللي فاتت؟ بدأ ياخد حقه، بس هو بدأ ياخد حقه لما هو تم توظيفه بشكل جيد من طيب الذكر فيريرا. نقلت المسلوسي من ظهير ايمن لمساك ثالث اولا ثم مساك صريح، كانت نقطه فارقه في مسيره المسلوسي مع الزمالك. فريق الزمالك في اغلب الوقت هو فريق متطلب ان هو يسجل وبيطرد النتيجه في اغلب الوقت. فالظهير لو ما عندوش امكانيات هجوميه كبيره بيبقى فيه مشكله، لان انت في اغلب المباريات ممكن 70% من المباريات انت اللي عايز تسجل. ايوه، فامكانيات المسلوسي الكبيره في الوعي والدفاع والتغطيه ممكن ما تبقاش مقنعه، خاصه ان برضو الزمالك ما بيمتلكش ظهير ايسر هجومي مميز قوي. ما في احيانا بيبقى لو الباك اليمين اللي عندك دفاعي كويس مقابل ان انت عندك ظهير قوي جدا هجوميا، فانت بتلاقي الملعب موزون. الزمالك لا، ما عندوش الظهير اللي هو مفتاح لعب كبير، فمحتاج الظهيرين نفسهم يبقوا عندهم حلول بشكل ما. فافتقاد المسلوسي للحلول ده كان بيخليه يتعرض لانتقادات كبيره جدا. دخوله بقى كمساك استفاد الزمالك من كامل قدرات المسلوسي. انت بتقول لي المسلوسي رجل المباراه النهائيه، ممكن ايه فيها اختلاف شويه لان الزمالك قدم، ولكن لو قلنا ان في رجل للبطوله ممكن يكون المسلوسي مع زيزو ابرز رجال البطوله. وفكره ان زيزو نجم الشباك، طبيعي ان المسلوسي يقدر يحط نفسه مع زيزو من احد ابرز اللاعبين في البطوله، دي حاجه تحسب للمسلوسي. نبدا بالمسلوسي من اول ابراهيم ارتا سولار. عايز اقول لك القيمه اللي مش القيمه بس ما كانتش في الهدف الرابع. تعال نشوف تيب الكوره، بدايه هدف الزمالك الثالث. شوف كانت الكوره كانت هجمه على الزمالك. زمالك هنا بص، لعيبه الزمالك بتفشل في تشتيت الكوره، عمر جابر قلش في التشتيت والزمالك بيعاني في تشتيت الكوره. بص هنا المسلوسي في الاعاده حتى بيحط راسه فين؟ وسط لعيب ارتا سولار وهو بيحاول يلمس الكوره وخد فاول. الفاول ده ابراهيم لقطه كلها استبسال وفدائيه بصراحه. الفاول ده هو اللي راح بقى في لعبناه، الزمالك سجل منه الهدف الثالث اللي قرب الزمالك جدا. أيوه. وحطه في حته ان هو هيكسب. أيوه. بعديها كانت مكافاه السماء للمسلوسي ومكافاه الزمالك في الهدف الرابع. انا بالنسبه لي البطوله كانت هنا، لان هي دي اللحظة اللي الزمالك حول فيها الكارثة لإنجاز. أيوة. ففكرة المسلوسي كان معاك هنا ومعاك في لقاء فيوتشر بعد ما تعرضت الهدف أول كان حيوديك، ومعاك في لقاء دريمز اللي هو بدأ الشك يدخل معاك، كان هو موجود معاك في كل لقطات الشك. تعال بقى في النهائي، على قد ما هو قدم مباراة جيدة في طول اللقاء وحسام في الشوط الثاني، بس هنيجي عند لقطة كانت في الوقت الضايع انا هتكلم فيها على الذكاء الملعب اللي عند المسلوسي واللي بيبقى موجود كتير جدا في لعيبه شمال افريقيا. واتمنى ان احتكاك لاعبينا بلعيبه شمال افريقيا يزود عندهم الوعي ده.